وطبعا هيكتور كوبر كان كتير كتير قلقان انه المنتخب يكون مرهق. عندك اخبار جديده مهيب؟ اكيد النهارده كان في تدريب لمنتخبنا الوطني الساعه 5 بتوقيت طبعا روسيا، الساعه 4 بتوقيت القاهره. طبعا التدريبه كانت بعد الوصول الى جروزني واستعدادا لمباراه مصر والسعوديه. التمرينه كانت تمرينه اعتقد ان هي كانت حزينه بعض الشيء، كل اللعيبه كانوا زعلانين. شهدت طبعا اصابه نجمنا عمر جابر شد في الضمة، أعتقد أن عمر جابر يعني ممكن يتعافى منها، لكن يعني موجود البدلاء كتير جدا، مش هي دي القصة. طبعا ألف سلامة لعمر جابر وإن شاء الله يلحق بمنتخبنا الوطني. لكن كان في النهاردة كلام كتير جدا مع المهندس هاني بوريدة، طبعا رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس بعثة منتخبنا الوطني، اللي كان متضايق جدا وقال أنه هو هيقدم شكوى طبعا لحكم مباراة كاسيرس، حكم مباراة مصر وروسيا، اللي اعتبروا أنه هو كان غير عادل في هذه المباراة، وأنه هو كان كرة أحمد فتحي فاول، ولينا ضرب الجزاء لمروان محسن.